ابراهيم عوض. عكسي ابراهيم عوض نعم. ما اخذ حذرك من ابراهيم عوض حتى لو يغلط علي ما نبقى له شيء. ليه؟ كل يوم راح في ايوه اللي يغلط ابرد له نفس غلطه مو طيبه مو بقلك العلم الطيب وهم يدرون يعرفون الرئيجي. بيض الله وجهك الله. بيض الله وجهك بيض الله. اجلس 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 شو هذا؟ اجلس اجلس تاخذ شر اجلس 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 يا ابو ثقل طالبك طلبه طالبك مقدم يكح مقدم ما هو مقدم المقدم مغص اهبده ايه اهبده ايه قصر ايه اهبده اسمع والله العظيم عون حسيت بالليل حسيت به صدعت له مقدم يكح يعني ما في مقدم يكح هذا مقدم انت 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 تقول مقدم يكح ليه مقدم منين نازل بس نزوه بالحركات معك يو يو شبعوا انت ايه ايه طيب عون ايه نبداك شفعون بكل امانه نبه تقبل مني اوه ها أوه. يعني ما لحد دخل بيني وبينك لا لا يجعلني فداك لا 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 انت يا سلطان الله يجعلني فدوه ثلاثمية نقطة سالب يلا حيهم يا مرحبا وصلنا الى نهاية فقرة السجن لهذا اليوم نلتقيكم ان شاء الله يوم السبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة تعملني ترك حبتين حبتين يوم. نطلع يلا وين المفتاح والمفتاح في بطني كيف كيف اطلع شوف شوف ركزوا بالله يلا هذا مفتاح دقائق خله ذا مفتاح انا هم يلقاهم اصبر شوف شوف هذا مفتاح السجن شوف كيف اطلع المفتاح ذا اكل المفتاح شفت المال اللي بخيته في وجهي هذه ترى مقصدي وشو عشان ما تنظني محو بالله طيب ركز سلطان سلطان ركز تعال هنا سلطان سلطان بسرعه عشان نختم شفت المفتاح كيف اكله؟ شوف طلع باقي المفتاح ذا باقي مفتاح السجن شفت كيف؟ طلعته الله يعينك اطلع يلا تطلعون بيض الله يلا يلا يا سلام عليك اضحك ولا وش اقول؟ اي هي هذه مهارات عشان ما نكسر خاطرك انت حسود حسود عشان ما نكسر خاطرك انت بطل اي مبدع بس والله العظيم يا المال بشيته بوجهي اني احس انه دخل في مخي والله اي والله تستاهل تستاهل الطيب الله يسعدك اول مره اشوف اول مره اشوف مقدم السجن يدخل معنا هذه من تواضعي من تواضع لله لا والله لا والله انك داري من تواضع داري إن داري ان لا نطلع بك برا تواضع لله استراح المسجد 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 توضى المسجد انت توضى يلا بسرعه لا احد يتاخر